ما هي يعني أهم الأمور اللي ممكن يا معاذ تضيف لأي شخص ينتمي لموهبة؟ هو أهم شيء أني أقوله لزملائي أنه موهبة حقيقة تتلي الفرصة بالتجريب والمحاولة، فأنا الحمد لله أنجزت، بس هذه بعد محاولات كثيرة. فموهبة تعطي الطالب إمكانيات وفرص أنه يحاول في أي برنامج، في أي برنامج أو تخصص يريده. ويعني الحمد لله يعني موهبة خير من يرعى الموهبة.